في بالعربي يكشف حصريا تحضيرات ألبومات نجوى كرم وإليسا. صحيح ان تشاي يونايت كانت نهاية كل الخلافات اللي حصلت قبل كده بين نجوى وإليسا، بس الواضح ان الفانز لسه عايشين في اجواء المنافسة اللي بنشوفها حاليا مشتعلة على صفحات السوشيال ميديا، والمرة دي السبب هو ألبوم 2023. فزي ما بقى معروف إليسا ونجوى هيطلقوا ألبوماتهم الجديدة قريبا، والظاهر ان كل ألبوم هيترافق بحملة ترويجية كبيرة، فكل نجمة بتحضر لعملها الجديد على طريقتها. وإي تي بالعربي بيكشف لكم حصريا ان نجوى كرم صورت فيديو كليب من الألبوم ده في لبنان تحت إدارة المخرج دان حداد، واستعانت في العمل ده بالستايلست العالمي أفو يرماجيون اللي جه مخصوص من LA لتنسيق كل إطلالاتها. ومش بس كده، ففي الكليب ده هتكون نجوى كرم أول نجمة عربية بتلبس قطع أوت كوتور من براندز عالمية، فنقدر نقول إن نجوى المرة دي هتفاجئ الكل بإطلالاتها. ومش بس كده، فكمان صورت مع الفوتوغرافر محمد سيف فوتوشوت تسويقية للألبوم اللي من إنتاج روتانا، وكمان الأوتفيتس اللي هتلبسهم من اختيار أفو. وفي الجلسة دي بترجع نجوى تتعاون مع خبير المكياج بسام فتوح في الميك اب، فصحيح ان علاقتهم كانت دايما كويسة على الصعيد الشخصي، بس المرة دي عادوا للتعاون سوا. وبسام فتوح هو العامل المشترك ما بين ألبوم نجوى وإليسا، فكمان إليسا اختارته لما صورت الفوتوشوت الرسمية للألبوم اللي تولى تنفيذها المصور إلي رزق الله، واستوحيتها المرة دي من أجواء الشتاء والتلج بأزياء من تصميم نيكولا جبران، والإطلالات كانوا من اختيار الستايلست مايا التلج. وكانت إليسا بدأت الحملة الخاصة بألبومها بالتيزر ده لأغنية بتمايل على البيت اللي هتكون واحدة من ألبومها الجديد اللي انتهت من التحضير ليه، وهو أول ألبوم من إنتاج شركتها الخاصة. وده مش هيكون الكليب الوحيد من ألبومها، فمصادر إي تي بالعربي بتكشف لكم إن إليسا صورت كل أغاني الألبوم مع المخرجة إنجي جمال، وده مش المشروع الوحيد اللي بتحضر له إليسا للفترة اللي جاية. وإي تي بالعربي بيقول لكم حصريا إن هي مشغولة من شهرين بتصوير دوكومنتري خاص بيها لمنصة نتفليكس بين عدة دول بينها فرنسا ولبنان،